الوصفة اللي هي خبز بالبطاطا. عندي هون 500 جرام طحين. بسم الله. طبعا يكون منخول. راح احط فيه، انا فكرت يعني مثل ما تعودتوا على حورية في وصفات في برامج اللي فاتت، وان شاء الله في البرنامج هذا كمان، اني فيه بعمل شغلات وبدخل فيها شغلات غريبة، لاني حابة انه نستفيد من الخضار ومن الفواكه ومن كل شيء، وكل شيء طبيعي ومعمول في البيت له فايدة اكثر. فهذا هو هدفي من هالوصفات اللي بتمنى انكم تجربوها وتعملوها وان شاء الله تنجحوا فيها. فاليوم عملته على بطاطا، فكرت في الاولاد وفي اللي بيحبوا البطاطا انه طريقه كمان نوكلهم البطاطا بهالطريقه بدل ما ياكلوها دائما مقليه او شيء. وبعدين والله انه من اروع ما يكون، صحيح تعودتوا على هالكلمه بس عن جد كثير طيب هالخبز، راح تشوفوه في شكله النهائي وحتى لما تجربوه من اروع ما يكون. عندي هون 500 جرام طحين، 400 جرام بطاطا مسلوقه وهيك مهروسه، يعني انا مطحونه مثل ما انتم شايفينها. راح احط معها ملعقه كبيره ملح، بسم الله، ملعقه كبيره سكر. السكر ضروري في الخبز، مش يعطيه الحلاوه، لانه مغرف ملعقه كبيره ما راح تعمل الفرق انه راح تكون حلو او مالح، بس انه تساعد الخميره على التفاعل تاعها، على انه تقوم بالدور تاعها تاع التخمير باكمل وجه، وتعطي لمعان كمان للخبز، خصوصا للخبز. هون انا راح اخلط هالمكونات مع بعض، بعدين نضيف الخميره ونضيف البيض بعد ما اخفقه خفيف بس بشوكه، ونضيف الزبده شوي شوي مع العجن. بسم الله. وما تفكروا اني ناسيه المي، انا المي مش ناسيتها، العجينه هذه ما فيهاش مي، فيها بيض، يعني السوائل اللي راح نعتبره سوائل البيض والزبده، مع انه مش دايبه، تكون طريه بحراره درجه الغرفه. ولاحظتوا انا استعملت باش نخلط هالمكونات لانها راهي جافه وهيك، وهون سهله كمان، استعملت طبعا ورشيت حالي كمان بالطحين استعملت هاي اسمها لاباليت، هاي اللي على شكل كاي كا، راح اغيرها وراح احط هاي الكروشيه على اللي نعجن بها، لانه راح نبدا نضيف في السوائل، وفي هالمرحله العجينه تجمد شوي، بدنا الشغله اللي خاصه بها اللي هي الكروشيه، هذا اللي خاص بالعجين او بعجن العجين. راح ضيف عندي ملعقة كبيرة خميرة الخبز الفورية، هاي أنا بتمنى أنك تقرب لي هون بس نوريهم القوام تاعها. هالنوع من الخميرة لالوفور انستونتاني، يعني هاي النوع من الخميرة اللي ما يحتاج أنه ندوبه في المي، نخمره في المي، بيجي على طول مع المكونات الجافة، فراح ضيفه. ليش اسمها حتى فورية بالعربي أو مكتوبة انستانت، هاي لالوفور انستونتاني أو الخميرة الفورية، ليش؟ لأنه تنحط على طول، تنضاف المكونات الجافة من غير ما تدوب في المي. هذا الأفونتاج، يعني هذا الشغلة الحلوة فيها. فيه نوع تاني بيجي على حبيبات أكبر، هاي بندوبها في المي ضروري. راح أخلط بس خلطة شوي، ونزيد الحبتين تاع البيض اللي شايفين خفقتهم بس بالشوكة، نزيدهم وطبعا مع العجن. نبدا نضيف في الزبده شوي شوي، راح اضيفها مع العجن كمان، وراح تشوفوا تعطيني كاني حطيت مي او شيء،
وطبعا بدها 10 دقائق عجن بين 8 ل 10 دقائق. يعني راح نوريها لكم لما نبلش، لما تكون عجينه في الاول كيف يكون القوام تاعها والشكل تاعها، كيف يكون لاسبي تاعها، هاي الشكل الخارجي تاعها. بعدين لما تنعجن مليح كيف يتبدل ويكون الملمس تاعها، هيك ملمس مثل المخمل اللي بيكون ناعم. فهذا هو الفرق بين العجينه المعجونه مليح ولا لا. هاي نبهت عليك وراح ضمني يقولها في كل الحلقات وفي كل مرة تكون عندي بشتغل بهالماكينات، توقفوها مرة على مرة أيا كان الخليط اللي حاطينه هون، وتجوا تخلطوا وتتأكدوا انه كل المكونات مندمجة مع بعضها بهالطريقة. ونرجع نواصل العجن تاعنا مع إضافة الزبدة الطرية. أنا هون وقفت لأنه بدها عجن 10 دقائق، مثل ما قلت لكم من 8 ل 10 دقائق، فراح نعجنها ونوريها لكم بعدين. لما بدي بس نوريكم هلا وهي مش معجونة مليح، يعني القوام تاعها لا تكستشر تاعها، شايفين كيف مفرقة وكيف عاملة. راح نوريها لكم إن شاء الله بعد ما تمر الفترة اللي قلت لكم عليها بين 8 ل 10 دقائق، كيف راح يتغير القوام تاعها والملمس تاعها ونشكلها بعدين طبعا قدامكم. عشر دقائق، بتمنى انكم تاخذوا بعين الاعتبار النصيحه انها تنعجن مليح العجينه، وخبرتكم انه وريتها لكم في الاول كيف القوام تاعها، وشوفوا هلا القوام تاعها بعد ما تنعجن، شوفوا الملمس تاعها ما شاء الله وقوامها كمان. العجينة دايما نحميها وإحنا بنشكل فيها، خصوصا لأن راح أخذ وقتي وأنا مثلا أعمل أشكال فبتغطوها، وطبعا لما تختم بدنا تختمر كمان بدنا نغطيها. راح أعمل أول شيء هاي على شكل كورة مثل ما عودتكم. فهالحفرة اللي تعطيها لي مهمة في الخبز، هي اللي تعمل العجين أول شيء ينتفخ مليح ويختمر ويعطيني كرات خبز رائعة. راح نعمل واحدة ثانية. بسم الله. نفس الشيء بهالطريقة، بهالاصبع الكبير هذا بهالطريقة. نفس الشيء. هي المفروض بعد ما انعجنت تتغطى قطعة بلاستيك وقماش كمان وقطع فوطة نظيفة ونخليها تختمر. ليتضاعف الحجم تاعها نجي ننزلها تنزيل مثل ما وريتكم شايفينها في حلقات كثيره للخبز، يعني ننزل العجينه من غير ما نعجنها بعدين نشكلها. انا هون باش نربح الوقت وهيك ونوريكم كل الخطوات فشكلتها على طول، لكن وراح تشوفوها كمان ان شاء الله لما تدخلوا على موقعنا فتافيد.com وتشوفوها في الوصفه تاعي. بعد العجن ترتاح وبعدين نشكلها، واذا مش حابين او ما عندكمش الوقت يلا اعملوها مثل ما عملت انايا تعطيكم نفس الشيء. هي لما نريحها، الهدف من انه لما نريح العجينه اول مره وبعدين نرجع ننزلها بالايد، ننزلها تنزيل من غير عجن والا نمزقها، بتجي هشه كثير وتجي خفيفه اكثر. لاحظوا انا هون الضفاير لما هاي بعملها او هذا مش عارفه شو اسمهم هذول بيقولوا اني نعمل فيهم هيك، هون نجي نرققهم من الاطراف تاعهم بهالطريقه. شايفين حتى ما احتاجش تستعمل طحين، العجينة ممتازة ورائعة رائعة والله، بتمنى انكم تجربوها فعلا هالخبز هايل. اوكي راح نجمعهم مع بعض بهالطريقة. وملاحظين انا ما بضغطش كتير على الضفيرة، ليش؟ لانه راح تنتفخ
وباش نعطيها يعني مجال انها تنتفخ وتزيد تختمر. هاي هي. نجي من الجهة الثانية نعمل هيك كمان. نطفرها. ونعمل مثل ضفيرة يعني ضفيرة الشعر تاع الشعر تاع المرأة. بهالطريقة. راح أعمل عنقود عنب. عنقود عنب بدو كم كورة. وراح أعمل له حتى لاتي شو اسمها الغصن هذا اللي يجي معلق فيه. تقريبا يعني نعطيها هالحركة. شو رأيكم نعمل سلحفات؟ هيك بتكون حلوة الأولاد الصغار كمان. الراس راح اعمل الرجلين وراح اعمل هاي الشغلات اللي تجي لكاغاباس تاعها القوقعة. اوكي يا رب يا كريم. اوكي نعمل هالشكل بدي قرنفل. مشان العيون وال هاي القوقعة يعني ظهرها كيف يكون بهالطريقة. هيك اوكي راح نحط العيون. لازم نطلعها من دارها. طيب عندي هون حبة بيض. طبعا مش راح ارمي البياض مثل العادة. انا محتاجة هون بس الصفار. شوية حليب مهم. وشوية قهوة. معليش انا حاطه فيها تاع حبه البيض بس نوريكم هاي القهوه تعمل الفرق. صدقوني والله العظيم انكم لو تمشوا على هالخطوات يعني هالطريقه روعه في النكهه وفي اللون اللي تعطيه للخبز. شايفين ولا ريحه يعني كانها قهوه كان شيء هيك مثل الموكا مثل ما إلوش دعوه بالبيض. فمثل ما خبرتكم انا بخليها تختمر وانتم كمان راح تعملوا نفس الشيء. تخلوها تختمر بعدين تدهنوها وتزينوها. انا هون عملت نكهات كثيره. عندي هون سمسم، عندي حبه البركه، سمسم الاسود، سمسم الاصفر، يمسون، اللي بدكم اياه حطوه.
وهون تزينوها مثل ما بدكم. انا هون يعني هذا الغصن تاعها او شيء شو اسمه راح اعمله بالمعروفه بزريعه الكتان او بذور الكتان هيك، لانه يجي على لون بني، هالجهه هذه تجي على لون بني، ففكرت في بذور الكتان او زريعه الكتان. هون راح ارشه بشويه ملح الخشين هذا او ملح البحر باش يعطيني، ولما يستوي كانه قطرات ندى، قطرات المي. وطبعا بعدين عندكم مثل هون بنحط سمسم. وهي هما تخلوها تختمر. انا قلت لكم هاي المفروض هذه الخطوه تنعمل قبل ما نحطها في الفرن، يعني نخليها تختمر بدهنها وبحطها في الفرن. وحتى لانه راح اوريكم اشكال عملتها على باقات وهيك صغيره، باقات صغيره يعني بس من بس نشكل الباقات، عملت لها هيك فتحات اما ب شو اسمها شفره حلاقه، هاي موس حلاقه بيكون حاده، او بالسكين كمان بعملها قبل ما نجي نحطها بالفرن. يعني كل الخطوات هذه اللي عملتها تجوا تعملوها وانتوا حابين تحطوها بالفرن. انا راح اخليها تختمر، بعد ما تختمر نحطها في الفرن، بس على بال ما تختمر ونحطها في الفرن راح ان شاء الله نبدا في تجهيز كمان او نوريكم وصفه فطاير بالجبنه، وهي كمان انا متاكده راح تحبوهم لانه فيه كثير طالبين عليهم.